السلام عليكم، ازيكم؟ شمسين ان شاء الله هنتكلم على الجزء الاخير من الديزاين برسنتج سيكشنز. السيكشن ده والجزء ده هنتكلم فيه على الطريقه السمبليفايد بتاعت الكود المصري حل الباي اكسل كومبريشن سيكشن. احنا عندنا دي سكرين شوت من الكود. هنا ده بيتكلم على الباي اكسيالي لودد كولومز، اللي هو يكون عندي نورمال فورس ام اكس وام واي. فانا بيقول لي يا اما بحل او بصمم العمود ده باستخدام طريقه توافق الانفعالات، اللي هي الطريقه ان انا كاني بجيب النيوترال اكس واحسب بالظبط الاستبين عند كل سيخ. فالطريقه دي هي اللي بتطابق الطريقه اللي انا بكون عندي انتراكشن دايجرام اللي اتكلمنا عليها في الجزء اللي فات، ومعايا لود ليفل بحدد بيه اللود ليفل واجيب ام اكس وام واي، لان طبعا زي ما اتفقنا ان الانتراكشن دايجرام هي دي الطريقه الاكزاكت، ان هي بتكون بيجيب الاستبين في الحديد والاستبين في الخرسانه ويحسب بالظبط قيمه المومنت ام اكس وام واي كانه بيحل من فيرست برنسبلز. طيب فجي قال لك طبعا ان انت ممكن تهمل العزم المؤثر على العمود لو كانت الاي اكس او الاكسنتريستي زي ما قلنا اقل من المينيمم اللي احنا اتكلمنا عليها في الجزئيه اللي فاتت. المينيمم اكسنتريستي هو بيكون 5% من بعد القطاع او 20 مللي الاكبر من القيمتين دول كنا اتكلمنا عليهم، فدي بنأكد عليها برضه. كبديل بقى لطريقة توقف الانفعالات يمكن استخدام إحدى الطرق الواردة بالبند 6462، وهو ده اللي احنا هنعتمد عليه، وهو ده الشغل اللي احنا هنشتغل عليه في السكشن ده، إن احنا هنشوف الطريقة السمبليفايد بتاعة الكود المصري. الطريقة السمبليفايد في الكود المصري هي في الحقيقة عبارة عن طريقتين. طريقة اسمها يونيفورم ريفورسنج ميثود، إن أنا باخد بطلع حديد يونيفورم على الأربع أجناب، يعني كل جنب كل سايد من دول شايل نفس السايد التاني. يعني لو هنا في مثلا سيخ في النص، وهنا في سيخ في النص، في سيخ في النص، في سيخ في النص، لو في سيخين يبقى في سيخين في كل جنب. أو الأنسيمتريك ريفورسنج ميثود، إن كل جنبين متقابلين بيكون فيهم نفس التسليح ولكن مش بيتساووا مع الجنب العمودي عليهم. يعني الجنب ده التسليح فيه زي الجنب ده ولكن مختلف عن الجنب ده والجنب ده. طيب خلينا نتكلم على اليونيفورم رينفورسمنت ميثود. خلينا نفترض معايا ان ده انتراكشن دايجرام لباي اكسيال عادي، مديني هنا ان انا عندي مثلا اللود ليفل بنص. نفترض مثلا ان انت كان عندك الام واي على اف سي وتي بي سكوير ب 0.16 والام اكس على اف سي وبي تي سكوير ب 0.16 برضه. فلو جيت خدت خطين كده، او يعني هي اكبر من 0.16 بشوية هنا وهنا، لو جيت خدت خطين كده فهتلاقي بتقاطع عند رو بتساوي 24. طيب الطريقة دي بتقولك ايه؟ بتقولك تخيل معايا ان انت عندك زاوية كده قيمتها سيتا، فبتجيب قيمة اسمها بيتا، البيتا دي بتساوي تان سيتا. تمام، هنعرف فايدة البيتا دي ايه كمان شوية. والنقطة دي مكان ما هي هنا، لأ أنت هتنقلها عند الرو 24، ولكن الـ mx مثلا بتساوي هنا 0 والـ my بالقيمة دي. طيب أنا بقى هنا كده بقى عندي استمينج أكشن جديدة عبارة عن إيه؟ بي ألتيميت إن أنا عايزها بنص، والـ my بحوالي 0.27. طيب لو أنت جيت في انتراكشن دايجرام العادي مع نفس كونديشن الزيتا والكلام ده، وجيت عوضت بال بي التيميت على اف سي وبي تي او اللود ليفل بنص، و الام واي بنفس القيمه دي، بتلاقي ان الرو تطلع برضه 24. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحل لو انا عرفت قيمه البيتا دي، او لو الكود اداني قيمه للبيتا، فانا اقدر احول ال mx دي ل my او العكس، بحيث ان انا اشتغل في الاخر يوني اكسيال، والقيمه ال abc اللي هتطلع لي دي هتكون يونيفورم زيها زي دي، لان دي بما ان دي يونيفورم يبقى دي هتكون يونيفورم برضه. وهي الفكره ان انا بلاقي ان ال my لو انا جيت مثلا من تشابه المثلثات، ال my هلاقي بتساوي ايه؟ ال my العاديه زائد ال mx في بيتا. انا كده حولت من m ال m y هسميها مثلا m y داش، فبتساوي m y زائد m x في بيتا. طب تعالوا نشوف المعادلات.
بتقول ايه. بيقول لك الكود لو عندك ال ام اكس على ايه داش، وال ايه داش ده هو الدبس اللي بيقاوم ام اكس اقل من ال ام واي على بي داش، ساعتها بتحسب حاجة اسمها ال ام واي داش، ودي بتساوي ال ام واي زائد بيتا في بي داش على ايه داش في ام اكس. انا هنا اهو ضربت ال ام اكس في بي داش في بيتا في بيتا قصدي، يبقى انا هنا ال ام اكس ضربتها في بيتا وضربت ال ام اكس دي بي داش على ايه داش. وهي اصل المعادلة دي ايه؟ هي المفروض ال ام واي داش على بي داش بتساوي ال ام واي على بي داش زائد بيتا في الام اكس على ايه داش، كل واحد مقسوم على الدبس بتاعه. لو ضربنا في بي داش في المعادلة كلها فبتلاقي ان هي ام واي داش بتساوي الام واي زائد بيتا في بي داش على ايه داش في ام اكس. يبقى انا كده حولت ما بين عندي ام اكس وام واي بام واي داش، هي دي اللي هستخدم انتراكشن دايجرام اليوني اكسيال يونيفورم عشان اطلعها. ولكن لو عندي الام اكس اكبر من الام واي على بي داش ساعتها بحول الام واي لاكس، فبقول الام اكس داش بتساوي ام اكس زائد بيتا في اي داش على بي داش في ام واي. ساعتها بيقوم طالع لي تسليح، التسليح ده بيبقى يونيفورم في الاربع جهات، يعني كل جنب واخد ايريا ستيل على الاربع. طب قيمة البيتا فاليو الكود حددها، لو عندك اللود ليفل من 0 ل 0.2 فالبيتا دي هتاخدها ب 0.8، لو اللود ليفل من 0.2 ل 0.6 البيتا دي هتاخدها من 0.9 ناقص اللود ليفل على الاثنين. يعني انت تعوض هنا قيمة اللود ليفل مثلا 0.3 0.4 وتحسب قيمة البيتا، لو اكبر من 0.6 هتاخد البيتا ب 0.6. واداك الجفاف ده لقيم ال R B. تمام كده. كده دي مقارنة من كتاب دكتور مشهور ونيم للاكشوال فاليو بتاعت البيتا والكود فاليو. فبنلاحظ هنا ان الكود فاليو مدينا قيم كونسرفاتيف، ودي حاجة تطمنا ان انا اهو هنا كده انا مطمن ان البيتا بالنسبة لي اكبر من الاكشوال، فكده يبقى التصميم هيطلع مور سيف. مش مشكلة ان هو يطلع مور سيف، المهم ان هو يبقى سيف، وبرضه الفرق بينهم مش كبير قوي، فدي حاجة ما تقول لي ان الحديد الفرق بينه مش هيكون كبير قوي. طيب نكمل. هو هنا مديني سيكشن 300 500 ام اكس وام واي التيمت، مدينا قيمهم والبي التيمت بناقص 10 50 والاف سي والاف يلد، وطالب ان انا اعمل تصميم باستخدام يونيفورم انتراكشن دايجرام. طبعا احنا ممكن نحل بالباي اكسيال عادي، ولكن هنا هنحل ب الطريقة بتاعة الكود. هنحسب الـ mx ultimate على ايه والـ my ultimate على ايه. هي الـ m ultimate mx ultimate هي الكبيرة، فساعتها هستخدم ان انا هقول يبقى الـ mx هي اللي هحسب لها كل حاجة، هقول هنا يبقى زيتا اكس، طالما هي الـ mx طلعت الكبيرة يبقى زيتا اكس بتساوي d ناقص d داش على t، حسبتها طلعت 0.8. هستخدم uniform interaction diagram اللي في اللي 350 وزيتا ب 0.8، حسبت اللود ليفل بي التيمت على اف سي وبي تي طلع 0.2، اللود ليفل ده من 0 ل 0.2 ساعتها يبقى البيتا ب 0.8. هحسب الام اكس داش اللي هي هتساوي الام اكس زائد بيتا في اي داش على بي في الام واي، ده طلعت حوالي 300 كيلو نيوتن متر. هحسب الام اكس داش على اف سي وبي تي سكوير طلعت لي 0.115. هجيب الرو من الانتراكشن دايجرام، ادي الانتراكشن دايجرام بتاعي العادي جدا اللي فاكرينه، ادي ال ام اكس وادي ال بي التيمت طلعت لي الرو ب7. من الرو ب7 اقدر اجيب الميو اللي هي بتساوي رو اف سي في 10 ثلاثة 4، من هنا اجيب الاريا ستيل 12 في 20 اوزعها بالتساوي على كل ضلع. طبعا ما ننساش الكانة، لو ده قطاع عمود فلازم احقق السبيسنج ما زدتش عنها. طيب نيجي نتكلم على الطريقة التانية اللي هي Unsymmetrical Reinforced Method، اللي اتكلمنا كل جنبين قصاد بعض كلهم نفس التسليح، ولكن الجنبين العمودين عليهم تسليحهم مختلف. طب دي بتمشي ازاي؟ أول حاجة الكود قال لي إن اللود ليفل يكون أقل من 0.4، بعد كده بتحول الـ mx دي الـ mx داش بنفرق ألفا بيتا، وهنعرف دي ألفا بي، وهنعرف ازاي نجيب الفاكتور ده، والـ my برضه بتحولها لـ my داش وتجيب بنتضربها في ألفا بي.
من ال ام اكس بتجيب التوب اند بوتوم انفورسمنت اكشن دايجرام، يعني بتخش توب اند بوتوم انفورسمنت اكشن دايجرام وتحسب قيمه الاريا ستيل ريكواير عشان بتوزعها توب اند بوتوم، وهنا برضه بتخش توب اند بوتوم انفورسمنت والالفا بواحد وتجيب اريا ستيل واي وتوزعها يمين وشمال. هيبقى قدامك ده السكشن، شوية دول وشوية دول ام اكس وشوية دول وشوية دول ام واي. من الام واي عندك الام اكس بيكون الجزء ده والجزء ده، والاريا ستيل واي بيكون الجزء ده والجزء ده. فنلاحظ ان السيخ ده السيخ اللي في الكورنر مشتبكة ما بين الاتنين، فبتتقسم على الاتنين. يعني انت مثلا لو طلعك هنا كده كده، مثلا لو احنا فرضنا ان الاسياخ دي كلها فاي 25، فانت المفروض محتاج في اتجاه اكس 2 فاي 25، لان ايه نص من السيخ ده ونص من السيخ ده والسيخ ده، يبقى كده 2 فاي 25 و2 فاي 25. وفي الاتجاه ده بتاع واي محتاج 3 فاي 25. طيب نيجي هنا نبص برضه على نص الكود، فهنا بيقول لي الايه الاسياخ الركنيه تشتبك معاصفه في الاتجاهين بحيث يصبح اجمالي كميه الحديد طبقا للمعادله دي هو ده والشكل ده. يبقى انا عندي كل سيخ ركن دي بيشتغل زي ما قلنا في الاتجاهين، يعني السيخ ده نصه شغال في اتجاه اكس ونصه شغال في اتجاه واي. فيبقى لو انا عندي السكشن ده المفروض ده الحديد اللي طلع لي، يبقى انا عندي في اتجاه اكس 2 فاي مثلا 25، وعندي في اتجاه واي 3 فاي 25. دي قيمة الألفا فاليو من جدول 6-12B. القيمة دي أو الجدول ده بخشه إزاي؟ بيقول لك تحسب القيمة الأصغر من ام اكس على اي داش على ام واي على بي داش و ام واي على بي داش على ام اكس على اي داش. يعني انت من الاخر بتقسم ام اكس على اي داش وتقسمها على ام واي على بي داش وتشوف القيمة الأصغر، هي هتكون يعني أصغر من واحد، يا اما هتكون زيرو يا اما 1 يا اما نص يا اما واحد، او قيمة في النص. فتعالى تعمل انتربوليشن وتظهر القيمة اللي هتطلع لك حاجة في النص ما بينهم، وتخش بعد كده في قيمة اللود ليفل. طبعا هنا احنا قلنا اخرنا 0.4، فهتخش من 0 ل 0.4، هتخش بالقيمة وتطلع قيمة الألفا. مثلا لو هنا اللود ليفل 0.2 و ام اكس على ام واي طلعت بنص، فساعتها هتبقى مثلا بواحد ونص. ونحس طبعا لو عندنا السمولر طلع بزيرو، يعني هو في مومنت في اتجاه واحد، فبتلاحظ ان الفاكتورز طبعا كلها بتكون بواحد، لاني مش محتاج اكبر او اصغر اي قطاع اي مومنت قصدي، لان هو ده المومنت الحقيقي مش محتاج اكبره. تمام، ولكن غير كده يا اما الفاكتورز بتكون اصغر من واحد في حاله لود ليفل صغير او في حاله لود ليفل كبير، وفي النص بتكون الفاكتورز اكبر من الواحد. طيب عندي اول اكزامبل، عندي الام اكس التمت 210 والام واي التمت 260، ودي البي التمت ودي الاف سي ودي الاف فيلد، ومديني ابعاد القطاع واتجاه كل مومنت، مطالب ان انا استخدم توب اند بوتوم انتراكشن دايجرامز. طبعا هو الطالب دي معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن في الامتحان اطلب منك تصميم قطاع باي اكسل وما يكونش مديك غير توب اند بوتوم انتراكشن دايجرام، فساعتها انت لازم تستخدم ايه؟ توب الطريقه دي. ممكن ابقى طالب تصميم باي اكسل ومش مديك غير اليونيفورم، فساعتها هنلجا لطريقه البيتا. ممكن اكون طالب تصميم باي اكسل ومش مديك غير انتراكشن دايجرام بتاع الاي اكسل، فساعتها هضطر استخدم طريقه الباي اكسل في الجزء اللي فات. هو اللي بيحدد لي استخدم انهي طريقه، ايه اللي متوفر عندي سواء في الامتحان او في الحياه العمليه. لو انا مش متوفر عندي انتراكشن دايجرام يونيفورم يبقى هستخدم الطريقه دي، لو مش متوفر عندي باي اكسل يبقى هستخدم حاجه من الطريقتين دول، وهكذا. طيب حسبت الزيتا اكس طلعت 0.8، يبقى هستخدم توب اند بوتوم انتراكشن دايجرام الاي فيلد زي ما هو مديها لي والزيتا 0.8، ونلاحظ ان الالفا بواحد. نفس الكلام بالنسبه للزيتا واي، يعني حسبت الام اكس على اي داش طلعت 0.47، والام واي على بي داش طلعت 0.23. من هنا حسبت الام واي على بي داش على ام اكس على اي داش طلعت بنص. طيب بعد كده اقوم حاسب اللود ليفل طلع معايا ب 0.2، يبقى ساعتها معايا اللود ليفل 0.2 والسمولر بنص، يبقى الالفا بي بواحد ونص. من هنا احسب الام اكس داش، اضرب الام اكس في الفا واحسب الام اكس داش على اف سي يو بي تي سكوير، نلاحظ طبعا لو طلع 0.12، واحسب الام واي داش اللي هي هتساوي الام واي في الفا بي هتساوي 63 في 1.5، هحسب الام واي داش اللي هي ايه على اف سي يو تي بي سكوير طبعا اللي هي 0.06. من هنا اجيب الرو من الاكشن دايجرام
ادي الانتراكشن دايجرام بتاعي. اول حاجه اخش الاف البي ارجمنت على اف سي وبي تي ب 0.2، بعد كده الام اكس داش على اف سي وبي تي سكوير ب 0.12، طلع لي هنا ان الفو تقريبا ب 2.7. بالنسبه للاتجاه التاني طلع لي فو اقل من 1، يبقى هستخدم ام اس تي المينيمم. هو يعني معنى كده ان الاتجاه ده تقريبا مش محتاج اي تسليح. من هنا فو اكس ب 2.7، طلعت الميو اكس، هحسب ال ام اس تي الاكس طلع 3.25، وفو واي اقل من 1 هستخدم ميو واي مينيمم، احط اي تسليح خفيف في الاتجاه العمودي. هنا محتاج 3.25، ادي 1 2، نص السيخ ده بيشابك هنا ونص السيخ ده بيشابك هنا، وهنا نفس الكلام. طبعا حط كان في النص لو انا ده عمود عشان احقق السبيسنج ما بين الكاميرات. بالنسبه للاساينمنت، بالنسبه للاساينمنت في الحقيقه هو مفيش سؤال واضح عليه، فممكن مثلا السؤال الاول سواء لجروب A او جروب B، ممكن بدل ما احل الاعمده دي باستخدام باي اكسل انتراكشن دايجرامز جاهزه، لا احلها باستخدام اي طبيعه من الطبيعتين اللي شرحناهم النهارده وشرحناهم في الفيديو ده كنوع من التدبيب. يعني انت ممكن بعد ما تحل بالباي اكسل تحل بطريقه البيتا او بطريقه الالفا، وتشوف مع نفسك كده ايه الفرق ما بين التسليح هنا والتسليح هنا، وهل فعلا طريقه البيتا بتطلع قريب من طريقه الباي اكسل ولا بعيد، وهل طريقة الألفا طلع تقريبا تسليح قريب ولا بعيد، عشان ممكن في الامتحان يجبرك على طريقة. نفس الكلام بالنسبة لجروب بي، مفيش سؤال واضح على الطبيعتين دول، فممكن زي ما اتفقنا تستخدم أو تحل أي عمود من دول باستخدام الطبيعتين دول. طبعا لو في أي أسئلة نقدر نتواصل على البلاك بورد أو عن طريق الإيميل. ده كان آخر فيديو في سلسلة شرح الـ Design of Eccentric Sections. أتمنى يكون الشرح وصل لكم وعجبكم، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا.